سنستبدأ مشاهدينا اليوم مع واحدة من الشخصيات اللي لها دور كبير جدا في المجتمع ومصدر إلهام لعدد كبير جدا من الشخصيات، خلينا نقول على المستوى الفني الإعلامي والصحفي. سعيدين جدا في هذه المساحة يكون معنا الصحفية والشاعرة والإعلامية الأستاذة دالي الياس. مساء الخير، وكيف الأخبار؟ إن شاء الله بخير. مساء النور، هلا بك وهلا بكل مشاهدي القناة الجميلة المتفردة والمتميزة على امتداد البث. أتمنى أن تكون سيرتنا سيرة حسنة وعطرة إن شاء الله. إن شاء الله، إحنا سعيدين بك جدا اليوم معنا من خلال هلا بكم، وممكن لعدد كبير جدا من المشاهدين اللي الناس المتابعين سيرتك عارفينك، لكن هي برضه مساحة للناس اللي ممكن يكونوا بيشاهدونا الآن، وتذكار أو تذكير للناس اللي ممكن يكونوا نسوا بعض المحطات والتفاصيل. نتكلم عن داليا الياس. داليا الياس، يحلو لي كثيرا أن أقدم نفسي ككاتبة صحفية اجتماعية محترفة. الشعر يظل هواية على الصعيد الشخصي، وأم، هذه هي الوظيفة التي أجيدها بدوام كامل، أم لخمسة أبناء. كنت فيما مضى شرطية، وأعتز وأفتخر بهذه الفترة وهذه المحطة في حياتي. ألهمتني الكثير وأثرت كثيرا في تفاصيل شخصيتي ومهنيتي فيما يلي. شاعرة أو مستشعرة، صدر لي ديواني شعر بعنوان متأسفة وممكن جدا، والآن الحمد لله صدرت لي مجموعة بتاعت خواطر اسمها عند منتصف الحنين. متواجدة في المجتمع، نعم. وأتمنى أن أكون إضافة بشكل أو بآخر للإنسان السوداني. نعم، أكيد حاضرة في كل المجتمعات السودانية من خلال كتاباتك اللي يمكن عدد كبير جدا من الناس بيعرفوها. هنخش في تفاصيل الشخصية ونعرف المحطات المختلفة منها الناس عارفها وما خفيها، ودائما بيقولوا ما خفيها أعظم، لكن خلينا ندخل مدخل للمشاهد عبر كلام وقفة كده جميل. طيب، بما انه احنا هندخل للمشاهد وهندخل للناس، ناس بتدخل في حياتك، ناس بتدخل في حياتك وفجأة ترحل وتختفي، وكنت مفتكرهم أحبة وفيهم الخل الوفي. ليهم اديت الأمان وكنت بيهم محتفي، عرفوا سرك وذكرياتك وكل ما قد كان خفي، وفجأة تكتشف الحقيقة ونار سعادتك تنطفي. ديل مجرد ناس عجيبة بالوداد ما بتكتفي، وحقه تتعلم وتفهم ما أي ذول كده تصطفي. الصداقة بقت مصالح وضاع خلاص معنى المودة، ما في زول مخلص عشانك ولا في زول بقى عنده مبدأ، وكم علاقة دريد وعشرة انتهت من قبل تبدأ. والتجارب علمتنا أحسن إنه نعيش في وحدة ونحفظ أسرارنا بقلوبنا ونقضي يومنا ركوع وسجدة. ويا مناس أحسنت ليها وما رعت ليك الجميل، باعتك بسرعة جدا وفتشت ليك البديل، وانت حافظ لودادهم وطار للعشرة الجبال، ذكرياتهم فيك عزيزة ودمعتك دايما تسيل، تبكي كل اللي كان معاهم كل لحظة نهار وليل، ومرة مرة ضروري تكسى ما تملي تكون نبيل. الجحود في الريت خيانة، الجحود في الريت خيانة، والخيانة دليل واضح، والزمن هسع تغير والغرام أصبح مصالح، وقدر ما تخدع حبايبك تبقى أنت خطير وفالح. المهازل فينا تمرح وللفساد شدنا المسارح، الحقير بقى فينا سيد والحرامي عظيم وناجح. وناس بتدخل في حياتك وتستفيد من كل لمحة، تخدعك بذوق وخفة وابتسامة معاها مزحة، وانت تفتح ليها قلبك وبيها تفرح أحلى فرحة، وليها بتقدم حياتك وكل معزاتك كمنحة، وما حتجمي سوى الأسية ودمعة مالحة وهم وسرحة. أي زول يدخل حياتك
حقه تعرف سر دخوله؟ هل حقيقة شعوره صادق وانت فعلا كنت زوله؟ وهل حيفضل ديما جنبك والسنين بيكم يطولوا؟ وهل ربيع الحب حيبدأ وتزدهر بالشوق فصوله؟ ولا بس لحظة وتعدي وما في حتى كلام نقوله وتكتشف إنك مجرد حاجة بتحرك فضوله وناس بتدخل في حياتك وفجأة ترحل وتختفي؟ يا سلام يا سلام، كلام جميل. إن شاء الله يعني ندخل حياتنا ما يطلع تاني إن شاء الله يا رب. إن شاء الله التواصل أكيد مع كل الناس. سادات يعني جوانب كثيرة من حياتك، دليلياس الأم والشاعر والصحفية، إحنا هنمضي فيها واحدة تلو الأخرى. نبدأ بدليلياس في البيت والأسرة والمجتمع. الحمد لله أنا أم لخمسة أبناء، ثلاثة بنات ولدين، يعني يمكن هم بالنسبة لي ثروتي الحقيقية، هم أصدقائي وهم أسرتي ومحبتي لهم كبيرة جدا، وعلاقتي بهم استثنائية ومختلفة، لأنه يمكن نحن نكون يعني بنعيش ظروف استثنائية ومختلفة. أنا انفصلت عن والدهم في سن مبكرة جدا وتحملت كامل مسؤوليتهم على كافة الأصعدة، فدخلت بيناتنا نوع من التميز في العلاقة. أنا كنت بتمنى دائما أنه أنا أسد الفرقة، وهم الحمد لله كانوا من الوعي والتقدير بمكان. أنا في البيت قد لا أكون متواجدة بشكل يعني دائم، لكن بحاول دائما من خلال علاقة صداقة وطيدة معاهم وحميمة ومتجاوزة كل الحواجز، إنه يعني الوقت اللي بكون ما في فيه يعني أعوضه بالصداقة دي، أعوضه منهم يحكوا لي، يكونوا قريبين مني، ما يكون في بيناتنا أي مساحة من الخوف أو التوجس، يكون في أريحية في التعامل. بنزل لأعمارهم دائما وحريصة إنه كده، حتى أتكلم بلغتهم. أنا عندي يعني شباب الآن الحمد لله في الجامعات، ف يعني بحاول أسد التقصير. برضو أنا ما ماهرة في المطبخ، ودي واحدة من الإشكالات اللي هم بيعانوا منها، لكن الحمد لله في الأسرة الممتدة عندي الوالدة العزيزة أنا بحييها وبقولها ربنا يديك الصحة والعافية، وشاكرة وممتنة لتواجدك الدائم وإنك بتسدي دائما يعني كل الثغور وراي. فالحمد لله أنا بعيش في أسرة بسيطة وعادية، بيقدموا لي الدعم اللازم، بيشكلوا لي الحماية اللازمة، وبتمنى إنه أنا أجتهد قدر الإمكان إنه أنا أخليهم فخورين وأوفر لهم الحياة الكريمة، وربنا إن شاء الله يكون في عون الجميع بإذن الله. دوان الشخصية اللي الناس ممكن تكون معجبة بها على نطاق المجتمع عموما بيحاولوا يخشوا في التفاصيل. نحن الآن يعني في واحدة من الشخصيات ادتنا سير بتقول يعني بمختصر الأسرة والأبناء إنه محمد أو حمودي هو صاحبك ما ولديك. محمد طبعا هسه بقى خلاص ما بحب كلمة حمودي يعني، و يعني خلال حلقة أنا بحي ملاذ وبقول لها خالته ملاذ، يعني زميلتكم الإعلامية المعدة ملاذ الجيلي. ف يعني بقى يحس انه هو راجل كبير، بقى يحب انه مثلا يقضي مشاويري سوق العربيه، وصراحه انا بحاول احمله المسؤوليه على اعتبار انه هو يعني الرجل الاول في حياتي يعني الان، وهو السند الحقيقي لاخوانه واخواته. فانا بحييه وبقول له حمودي بقدر ما انت يعني بتعذبني وبتجنني، وبقدر ما انك انت عامل فيها شفيت وعامل فيها مفتح، لكن انت بجد بهجه حقيقيه بالنسبه لي، واحساس الامانه اللي بحسه بقدر هو يحاول يعمل فيها انه هو كبير، انا بحس فعلا بالامان يعني. نعم نعم صحيح، اكيد نحن برضه بنقول له هي بيديك سنك وانت شاب، لكن برضه عين الام مهما ولد كبر او الطفل كبر بيظل طفل صغير. صحيح، لكن من خلال هذا التعامل الجميل وهذه العلاقه الطيبه مع الابناء بيكون في قفشات وفي مواقف كده ظريفه وأخرى ممكن تكون محرجة. والله طبعا حمودي بالذات من أكثر المواقف الطريفة معاه، وإنه يعني بدأ خلاص يقول لي يا حجة، يعني يا حجة أول ما أضرب لي تلفون مثلا طوالي برد يقول لي حجة كذا. ففي ناس بيستنكروا الموضوع ده، أنا والله مستمتعة بها المسألة دي صراحة. يعني ما عاينت لأنه عنده أبعاد فيما يلي العمر ولا كذا، بقدر ما حسيت فيها حميمية يعني كبيرة منه. فأظرف حاجة بقيت مثلا لو اتأخرتها يعني نفس التفاصيل اللي بعملها اليوم، مثلا هو مثلا لو اتأخر أنا بقوم بضرب له وانت وين لحد هسه برا البيت دي كده، ما في نوع من الالتزام، انت ما مستهتر انت شنو. فبقيت أنا لما اتأخر في مناسبة طوالي ارفع التلفون، حجة انت وين، انت زولة ما ملتزمة، انت زولة مستهترة، ارجع البيت سريع. ربنا يديك الحجة يا أخي.
ان شاء الله. انا يعني الحج حجيت الحمد لله حجيتي. السنه دي، يعني كانت من اجمل الحاجات برضو جاتني من حيث لا ما شاء احتسب، الله. وانا ما كنت مهيئه لها الحمد لله يعني، وربنا ان شاء الله يتقبلها ونقدر زي ما بقولوا نسبعها باذن الله. استحقيت يعني اللقب، يعني لقب استحقيت الحج اللقب، يعني. استحقيت اللقب تسمع تاني حاجة؟ جدا. انا طبعا بحكم العمر عندي مشكله في الذاكره يعني، فدايما بلجأ للجوال، فالناس كم سنة تعذرنا في المسألة دي. يعني هو الزول مني هو عمري ده نعم كده 27 سنة بتبدأ ذاكرته وتخفي يا جماعة، ما أكتر من كده. نعم طيب، العاقل طبيب نفسه، العاقل طبيب نفسه والجاهل عدوها أكيد، ومرات تهزي مكروحك وطيبتك تبقى ليك وعيد، وحسن النية ما تبرير، ده أكبر غلطة بالتحديد، وما تستنى من الناس تقدر ظرفك العقيد، إذا تورك وقع في السوق فخليك برضو زول صنديد، بتكتر فيك سكاكينهم وكل واحد بيبقى عتيد، في ناس مترقباك تغلط وأحقاد وراك بتكيد، فخليك أقوى من نجور وقاوم وفي نجاحك زيد، ومهما يقول وضعت خلاص تقدم كل مرة جديد، نهايتك ما بيكتب زول، وأقدارك بيد السيد، إله الكون حكيم عادل، وكان للقدرة فهو مريد، مصايب عادي بتعدي وترجع للأمان سعيد، فكن مؤمن وكن رضيان، إرادة المولى ما بالإيد، وقالوا الفاضي بيعمل قاضي أو جلاد، وبيحكم بسواد نيته وقانون ملة الأحقاد، وبيفرح من صميم قلبه إذا ما الحزن عم وساد، ومجتمعك إذا خطيته في الميزان ترجح كفة الفساد، كتير في الدنيا بس صادقين، قليل في الدنيا ناس صادقين، وكل الباقي يا أندال ويا أوغاد، بيفرحوا لو خسرت شديد ويحرقوا لو نجاحك زاد، يراقبوا حياتنا بالتفصيل ودايما لينا بالمرصاد، يفتشوا لينا في الهفوات ويحصروا لينا في الغلطات، قدر ما تبقى ذوق لطيف قلوبهم تبقى غل وسواد، تعوذ من شرور الناس واصل سكة الأمجاد، بإذن الواحد القهار تشف فيهم جميع النار، تخليهم تراب ورماد، تجاهل وطنش الآلام وعيش في الدنيا زول رضيان، مصيرك في الأزل مكتوب سواء كان فرحة أو أحزان، وربك حدد الأقدار فكيف حيغير الإنسان، يمين ما عندهم أدوات سوى يرموك بالبهتان، ولو وقفت قصادنا جيوش فيها الإنس فيها الجان، وما سيصيبنه المكتوب وما قد راض ربك كان، وما في لزوم تعيش خواف تكون في الدنيا انت جبان، ولا بيقدر عليك مخلوق ولا زول جاه ولا سلطان، ومهما تكون دقيق وحريص يجيك ما ليس في الحسبان، توكل وارضى بالمقسوم، توكل وارضى بالمقسوم، بأمر الواحد الديان، مساكين اللي بينهشوا فيك وناسين قيمة الإحسان، وناسين ياخ رقيب وعتيد ومالك خازن النيران، عليك بدعوة المظلوم وحسبك ربك المنان، بتكمل دورة الأيام ويشرب كاس عذاب وهوان، تشوف فيهم قصاص الرب وتدرك عظمة الرحمن، والعاقل طبيب نفسه. طبعا اعترافي بالاعجاب بهذه الكلمات هو نقطه في بحر، يعني من الله خلال هذه يكرمك الكلمات. الله يكرمك ويجبر خاطرك. نقطه طوالي لمحور كتابه الشعر، دائما بالمواقف ولا بالاحساس؟ والله هما الاثنين ما بينفصلوا يعني، فهو قد يكون الموقف هو الذي يولد الاحساس، اذا كنت تشعر بالسعاده او بتشعر بالحزن او بالغبن او بالظلم او باي تفاصيل شخصيه. انا الشعر بالنسبه لي حتى الان بعتبره هوايه، وما ما بقدم نفسي يعني، ما هذه ما المجموعات الشعريه الكبيره الموجوده الان الناس ممكن والله بس ده يمكن القبول من الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما انت كنت صادق في طرحك وفي تقديمك بتصل للناس سريع. فالموضوع بالنسبه لي لا يتجاوز كونه تعبير عن مواقف وتفاصيل ومشاعر شخصيه، يعني يمكن من الطريف في مكان او من الغريب انه بتلقى
الناس كتار بيتشابهوا معاك في الإحساس في نفس اللحظة، يعني مجرد ما تكتب البوست أو تكتب النص تلقى ناس كتار يقول لك والله يمثلني، الآن أصبحت العبارة دي متداولة، أو الكلام ده بيشبهني، أو ممكن أشيره، ممكن أسرقه، ممكن كده. فده بأكد أنه النفس البشرية تتوافق وتتشابه يعني في كل تفاصيلها. فالشعر بالنسبة لي تعبير عن حالة شخصية، وانا يمكن ما زي الناس اللي بيقولوا لك انه استقيت كلماتي، استلهمتها من موقف، سمحتها في قصة، انا اكتب اشيائي ومشاعري وتفاصيلي الشخصيه بكل فخر. نعم. كونها تصل للناس فالحمد لله ده يعني من فضل الله. الاحاسيس والمواقف المختلفه، يعني اكثر موقف او اكثر احساس بشدك انه تكتب، الحزن ولا الفرح؟ الحزن، وانا من الناس المؤمنين تماما انه الحزن اصدق المشاعر على الاطلاق يعني. وحتى عندي يعني بيت شعر يصلح كتعريف، بقول يعني لست أدري أي شيء غير حزني فهو ابني رغم أنفي بالتبني. فبحس دائما إنه الشجن والحزن والخذلان دي من أصدق المشاعر البشرية ممكن تعبر عنها بكل سهولة وسلاسة. نعم. نرجع تاني لتفاصيلك الجميلة ونطلع شوية كده من جو الأسرة وعلاقتك بالمجتمع. دار الياس، خلينا نقول في الحي او في الحله مع الجيران. والله انا للاسف الشديد يعني قد نكون بنعاني من مساله الان تغولت على المجتمع السوداني، اصبح في فتور في العلاقات الاجتماعيه بالذات في الاحياء الجديده. يعني واحنا بقينا من سكان العلب الاسمنتيه، يعني انا زولت نقلت من حي شعبي فيه حوش، طلع سريرك العصر برا، وناس الحله كلهم بيربوك والحله كلها بيتكم، وفجاه لقيت روحي بحكم تكوين اسرتي الجديده موجوده في شقه، فالعلاقات فيها فتور نسبي، وشاغل الحياة ذاته وعجلة الحياة يمكن استهلكت الناس بشكل كبير. فأنا بفتقد والله العلاقات الحميمة على صعيد الجوار. يمكن الآن أصبحت العلاقات الجوار يعني في كثير من الأحياء، ما عايزة أقول كلها طبعا، يعني بتتسم بالرسمية. يعني هسا أنا مثلا أكون طالعة بشوف مثلا ود الجيران بيعمل في حاجة غلط، صراحة بتحفظ من إني أنا أوجهه، لأنه بعد ذاك ما معروف ردود أفعال أهله تكون شنو، أو أثر الموقف بتاعي ده على علاقتي بيهم حيكون عامل كيف. فبجد ده شيء قد يكون محزن جدا يعني. فعلى صعيد الحي أنا يعني بحترف بأنه أنا مقصرة كثير، وبفتقد الحميمية في التواصل والتداخل مع الجيران. من خلال هذه المواقف اللي انت يعني في وقت السابق زي ما قلتي الابن الحي هو ابنك، يعني انت ممكن توجهه، والان بقى صعب وهي مشكله يعني حقيقيه بتواجه المجتمع، كيف نقدر نعالج الحي ولا نخليها كده بس؟ والله قد تكون يعني هي الامنيات فقط لا تكفي، او النوايا لا تكفي، يعني المفروض تكون ثقافه اجتماعيه. احنا عندنا اشكاليه كبيره في عدد من الثقافات الاجتماعية في الأحياء، إذا مسكنا الأحياء يعني. أنا مرات بعتقد أنه مسألة النظافة مثلا في الحي، أو النفايات اللي بنعاني منها في السودان عموما، ممكن تكون يعني مسألة ثقافة. ممكن الجيران زمان إحنا لما كنا صغار كان بيكون في نفير في الحلة، بننظف الحلة برانا، ما بننتظر مثلا يكون في عربية أو يكون في حكومة مسؤولة من الموضوع. فالموضوع كله ثقافة، لو الناس ما آمنت واقتنعت بأنه لازم يكون في تعاون، ولازم يكون في تداخل، ولازم نرجع لمفهوم أنه جارك القريب ولا ود أمك البعيد، هيكون في مشكلة كبيرة، ما هنقدر نغير الموضوع ده بسهولة. فبس ربنا يعني إن شاء الله يتولى الجميع، ونسأله في إطار التغيير اللي بينتظم البلاد والرغبة الأكيدة في أنه نعيد كل جميل ونعيش كل جميل، أنه إحنا نقدر. واحدة من الحاجات المهمة جدا أنه نرجع علاقات التواصل والتراحم والنفير في المجتمع السوداني لما كانت عليه، أعتقد أنها بتقدم كثير جدا. نعم. نحن ما عايزين نملك حالة حزن، لكن دايرين قصيدة صادقة كده، بما أنه الحزن هو أصدق المشاعر والكلمات بتجي يعني صادقة. والله حتى لو بيتين ثلاثة. طيب أنا من خلال الفقرة دي يعني أنا بجد حاغتنم الفرصة. أول حاجة الحمد لله أنا يعني يمكن صدرت لنا آخر أغنية أنا والصديق العزيز صلاح اللمين، طلعت لنا قبل يومين، فالحمد لله لقت صدى جميل، وأنا بهنيه وبشكره يعني على حسن اختياره وثقته في كلماتي. وبيقول لو حبيبك قرر انه خلاص يسيبك، حقه تقبل بنصيبك، اوعى تجزع من قراره وترتفع اصوات نحيبك، وما تخلي جروح غرامك في قناعاتك تريبك، وتبدا تكفر بالمشاعر والدموع للهم
تسيبك الفراق اللي كان خياره. ما أظن في الريد يعيبك، الصبر لازم يلازمك، ما يشيلك خوف يجيبك، الله هو الكاتب عذابك، وهو الرسم أحزان قليبك، وأبقى رضيان يا متيم قسمة المولى تصيبك. ولو حبيبك قال وداعا وقرر إنه يفوت ودادك، أوعى تجري ورا سرابه وتستكين ليجور سهادك. اللي بحبك ما بضيمك، اللي بحبك ما بضيمك وما بطيق نيران بعادك، وما بدور ليك المذلة ولا بيرحل من وهادك. بيحتمل زعلك وجنك، وبيحتمل لحظات عنادك، ليك بيتمنى السعادة وإنه يتحقق مرادك. راضي دايما بظروفك وما بيحاول اعتراضك، ولا بيصير يفرض أوامره أو يصير يملي قيادك. لو حصل كتر غيابه وعلى اللقاك قل الحضور، ولو شعرت بانشغاله ببروده بفتوره، حقه تعرف دي النهاية ما تفكر يوم تزوره. أصله شوفتك ما ضرورة، ولا بقت أسباب حبوره، ولا بقيت أنت بتهمه، ولا بقيت عطره زهوره، ولا كمان لسه سميره، ولا كساحة الظلمة نوره، ولا قريب من أمنياته، ولا بتعرف كل أموره. المحبين لما يكسوا ديما بيلفوا ويدوروا. ولو حبيبك با حنانك وما ضميره، أعرف إنك كنت واهم وإنه قدرك ما مصيره. أنسى أي وعود كبيرة، أنسى نسام وعبيره، وأرمي عشمك في عواطفه، ما أظن تلقاه خيره. بكرة الله يعيد سعادتك، يبرى جرحك وتلقى غيره. سلام. أنت قوية في شخصيتك، يعني قدام المواقف الصعبة بتقدري تجيبي وتقدري تتحملي. والله أنا بعتقد إنه أنا ما عندي خيارات. وإذا افترضنا إنه أنا قوية أو بتمتع بشجاعة نسبية، فده أمر مكتسب. أنا الحياة عركتني بما يكفي، وزي ما قلت لك في البداية، أنا مسؤولة عن أبنائي مسؤولية كاملة، وده بيلزمني بأنه أنا أقدم لهم دائما النموذج الأفضل قدر الإمكان، وبحس تجاههم بأنه أنا لازم أوفر الحماية. الحماية دي تتطلب أنه أنا أكون شجاعة، أنه أنا ما أنكسر بسهولة، ما أستسلم بسهولة، ما أحسسهم في لحظة من اللحظات بالخوف، لازم أوفر لهم الأمان. فده بيتطلب أنه أنا أكون شجاعة، وهكذا يبدو علي. فناس كتار بيفترضوا أنه أنا شخصيتي قوية، وأنه أنا يعني امرأة شديدة المراس زي ما بقولوا، لكن أنا بعترف لك الآن من خلال هذه الحلقة المميزة والمختلفة في محاورة إنه أنا ضعيفة جدا، بس ما عندي خيارات. قبل يعني إحنا تكلمنا أو تسبقتيني في المحاور اللي اتطرقت لواحدة من الأغنيات أو الأعمال الجديدة اللي حيشوفوها إن شاء الله الجمهور. ده بقودني لمحاور أو لمحور تعاملاتك الفنية وكتاباتك الشعرية. والله حتى الآن يعني بعتقد إنه أنا الشعر اللي بكتبه ما شعر غنائي ولا يصلح للغناء. يعني مرات حتى بقول لهم عندي تعبير بستخدمه، مقلون قصائدي دي مع السماء. والشعر الآن زي ما أنت شفته بقى خفيف. صحيح. في إيقاعه في كلماته حتى. لكن كثير من الأصدقاء يمكن، والمسألة دي بتلعب دور يعني بعترف، بيحسوا إنه في أغاني بتعجبهم. يعني الواحد يوم بيرفع تلفونه ويقول لي إنه أنا عايز النص الفلاني، فبقول له أوكي على الروح بيوسعها. بتحصل فيه سمكرة، بتحصل فيه يعني يمكن صيانة، بيختار مربعات أو أبيات معينة زي ما حصل في القصيدة اللي قريناها هسه، ما تغنت كلها. فالموضوع يعني في الغالب اللي بيغنوا لي ناس علاقتي بهم جيدة أو ممتازة، أو أصدقاء قريبين من محيطي. وإن كان برضو بالمقابل يعني يمكن أعز صداقاتي في المجال الفني ما غنوا لي حتى الآن يعني. لكن يمكن يعني أنا فخورة جدا بالتجربة اللي قدمتها مع زولتي وحبيبتي وصحبتي ميادة قمر الدين، فخورة بتجربتي مع منتصر هلالية، مهاب عثمان، فرقة راي على رأسها عثمان النو. يعني ده أمر بالنسبة لي كان يعني شديد الزهو يعني. والآن صلاح اللمين وجحفر السجيد، وأسماء قد تكون سقطت الآن سهوا من الذاكرة، لأنه أنا أصلا ما قاعد أعمل مع الموضوع باحترافية ما قاعد تركز يعني. إنه تعمل أعمال فنية يعني. لا لا، بس الموضوع دائما بيجي يعني وليد الصدفة يعني. صدفة صدفة. نعم. لو رجع بك الزمن هتكوني داري الياس ولا عندك لو حابة تكوني حياة تانية؟ يعني الآن أنت داري الياس بالنسبة لكل الناس معروفة بصفاتك المختلفة،
لو الزمن رجع بك هل حتختاري تكوني حاجة غير داليا الياس؟ أبدا أبدا، أنا سعيدة جدا إنه أنا داليا الياس، وبالعكس يعني أنا لما أرجع أستعرض تفاصيل حياتي الشخصية تحديدا دايما بواسي نفسي عن الإخفاقات اللي مريت بها والظروف الصعبة اللي مريت بها والمعاناة، دايما بواسي نفسي بأنها هي كانت الطريق إلى داليا الياس، فده كافي جدا بالنسبة لي، يعني إنه أنا قدرت أحقق نجاح بفترض فيه إنه أنا كنت عصامية لدرجة كبيرة، قدمت نفسي بشكل محترم أنا راضية عنه، ولسه يعني في كثير جدا الزول نفسه يقدمه، يعني ما أكيد ما حأقف هنا، لكن الحمد لله حققت لنفسي الاستقرار المهني، الاستقرار المادي، أفردت لنفسي حيز، عملت علاقات جميلة جدا قدمت لي داليا الياس، تواجدي في الأسافير برضو يعني بالنسبة لي محطة مهمة، لأنه يعني خلق لي علاقات كبيرة نزلت إلى أرض الواقع يعني من العالم الافتراضي، فأنا الحمد لله سعيدة إنه أنا داليا الياس، ولو عاد بي الزمن لتمنيت أن أكون داليا الياس. سلام. عدد من الكتابات والمجموعات الشعرية اللي تنبتت هنا داليا الياس، خلينا نمر عليها ونقيف أول شيء في البداية، أول ديوان انتي شعريتي أخرجتي؟ أنا صدروا لي حتى الآن يعني الديوانين متأسفة في العام 2013، والثاني ممكن جدا في العام 2015، بيناتهم سنتين. أرجع للزمن شوية كده اللي متأسفة، ونشوف الإحساس، إحساسك أنت أول ديوان طبعتيه وحد الشيء يعني. طبعا يعني يمكن كان في توجس كبير جدا وكان في تردد أكبر، وكنت حاسة إنه الموضوع ده ما حيلقى الصدى اللازم، لكن أنا يعني حتى بتذكر إنه أنا طبعته بتشجيع من الآخرين، يعني في أطراف تانية ظلت وراي يعني بحييهم لحد ما طلع متأسفة. اختياري له كان بيتوافق تماما مع الحالة النفسية، يعني أنا قصيدة متأسفة دي يمكن هي أول قصيدة ناضجة أنا ممكن أبدأ أحسب بها تجربتي الشعرية، وكانت مشحونة جدا بكثير من الأسف صراحة، وبتعبر عن مرحلة كنت عايشاها فعليا في الوقت ده، فاخترت الاسم ده للديوان الأول، والحمد لله نجح نجاح منقطع النظير يعني، ونفذت كل النسخ في وقت وجيز، وعشت يعني سعادة غامرة جدا بتذكر في الوقت داك، واداني إحساس بالثقة، وكان هو سبب ودافع يعني أكيد مهم في إنه أنا أمشي لقدام في المسألة دي. جيت في 2015 وكانت تجربتي أصبحت أكثر نضجاً، فعملت ممكن جداً، واختياري للإسم المرة دي كان بناءً على اختيار متأسفة، لأنه أنا كان فيها في السنتين ديل ما بين 2013 و2015 حصلت لي نقلة كبيرة جداً في كل تفاصيل حياتي، يعني تكاد تقول إنه أنا تحولت بمقدار 180 درجة، يعني من النقيض إلى النقيض، تحولت إلى داليا الناجحة، داليا الأم الآمنة المستقرة، داليا الصحفية أو الكاتبة الصحفية المعروفة وما إلى ذلك، والحمد لله هذا من فضل الله. فقررت إنه أسميه ممكن جداً عشان أؤكد لكل زول يشعر بالأسف إنه كل شيء قابل للتحقيق، وكل شيء ممكن يتحول لممكن جدا إذا أردت ذلك. فكان عندي فلسفة ما بين اختيار الاسمين. بعد ذلك توقفت عن إنتاج المجموعات الشعرية لأسباب كثيرة، منها الكسل وانشغالي بالمشروع الصحفي أكثر، تنقلت في عدد من الصحف، لكن الآن الحمد لله وأنا بجد نفسي في الخواطر، فالحمد لله قدرت أنجح في إنه أنا أطلع مجموعة الخواطر عند منتصف الحنين، وإن شاء الله تكون قريب يعني بين يدي المتلقي. نعم، ده اختلاف جميل جدا، التركيز في الخطوات ما بين متأسف وممكن جدا، وهذا الحكي اللي انت حكيته بخلاف التجربتين تخلاك شخصية جديرة بالاحترام وجديرة بالمتابعة، إنه الناس يستلهموا منك، يعني زول حريص إنه يمشي بخطوات ثابتة. خلينا نسمع حاجة تانية. جدا طبعا في بداية المحاور كانت ماشيين بمحاور معينة، لكن الآن بقى سايقني الإحساس وهذه هذا الحوار الجميل يعني. والله أنا مستمتعة جدا بالحوار بالمناسبة، وبجد شاكرة للمحاور المختلفة، أنا كنت محتاجة إنه أنا أقدم نفسي بشكل مختلف ويكون فيه تعريف، لأنه يمكن من الأزمات الكبيرة اللي حصلت لي إنه الناس ما بتعرفني فبتحكم علي بشكل انطباعي قد يكون فيه كثير من الظلم يعني. بما إنه الحديث عن ممكن جدا حنقول ممكن جدا. ممكن جدا دون تكليف وبلا استئذان يدخل قلبك زول بالصدفة يكون بجد فعلا إنسان، يغسل عنك رهق السكة ويمسح دمعك والأحزان، يغير كل تاريخ أيامك صورة وصوت وزمان ومكان، ويفتح بوابات أحلامك
ويغمر روحك نور وأمان، ويبدأ يفرهد غصن غرامك وتعلن أنت الفرحة أوان. وممكن جدا ممكن جدا يفيض إحساسك خير ومودة وشوق وحنان، وتبدأ تشوف اللون الوردي وتفتح للآمال دكان يرسم فيك اللوحة الأجمل، وليها يكون الهنا ألوان، ويكتب لك القصة الأعمق ويصبح ليها الوفا عنوان. تراهن إنه الفرصة الأحسن، وحتما تكسب أغلى رهان، تكتب فيه وشعار وخواطر وتزرع بالأزهار البستان. تكتب فيه أشعار وخواطر وتزرع بالأزهار بستان، تنسى معاه والهم والفرقة وترقص في الأفراح طربان. لحوق من تاني جراحك لا حتحس معنى الخذلان، تعيش العشرة معاه في سترة، وليك تتبدى الدنيا جنان. وممكن جدا ممكن جدا تبقى الغلطة بداية مرحلة التصحيح، ويبقى الأمل إحساس بيتمدد ويملى نضارك بهو فسيح، وتلقى الزول اللي بيسمع ندمك وإنت بتحكي عن التبريح يواسي أساك بالكلمة الطيبة، وبرضه يوضح رأي صريح، زول يهديك أخطائك وينصح، وحتى عتابه جميل ومريح ليك بيفسر كل المبهم، وبيه الضم بقلب جريح. وممكن جدا ممكن جدا تلقى الزول اللي يرحم ضعفك ويغفر غلطك كل سماح، تنوم على طيفه وتحلم بيه، ومنه بيشرق أحلى صباح، بيه تستقوى ويبقى المأوى، وتشعر جد إنك مرتاح، يقوم عوجك يبدد زهجك وزي النور في دربك لاح، ضحكته حلوة ويبقى السلوى، ويهمس ليك بصوت صداح ريق والعسل الطعم عمرك، وبلسم ويشفي عذاب وجراح. ممكن جدا ممكن جدا ربنا عوض صبرك خير ورجع عليك السرق والغير، جاك الزول اللي بيبقى نصير فيه شهامة وصدق أصيل، في ليلاتك بدري منير يلوح في خاطرك معنى جميل، وما تتردد لحظة وتغلط سرج نحو الروح والخيل، خلي وما تتردد لحظة وتغلط سرج نحو الروح والخيل، خلي بريق ويشع في عيونك يبدد فيك ظلمات الليل، ولسه الدنيا الفانية بخير، وممكن يسهر قلبي نبيل وعمرك بيه بيبقى طويل، تلقى الحلم الضايع منك ويجري في روحك نهر النيل. وممكن جدا وعادي الحلقة دي تجول لساعتين ثلاثة بهذا الإحساس الجميل. دال الياس يعني شخصية مختلفة ومحطات يعني جميلة جديرة بالاهتمام والاحترام. دال الياس الصحفية ممكن عدد كبير برضو من الناس عارفينها، هنمر فيها مرور بحكم المعرفة يعني. صحيح. تجربتك الصحفية والكتابات أو في الوسط الحقل الإعلامي بصورة عامة. أنا درست الإعلام والعلاقات العامة بجامعة السودان وتخرجت يعني بالدرجة الأولى الحمد لله، ولكن زي ما أشرت لك في البداية يعني ساقتني الخطى والأقدار إلى قبيلة أو مؤسسة الشرطة السودانية واشتغلت فيها زمن طويل جدا، وحتى يعني تزوجت من هناك يعني زواجي الأول، فكنت بعيدة تماما عن ممارسة العمل الصحفي. بعد ذاك حصلت لي المفارقة الكبرى في حياتي، وخلينا نقول المفاصلة الكبرى، وكنت أمام خيار واضح إنه أنا يعني تنازلت عن ولعي بالشرطة السودانية وقررت أن أمتهن العمل الذي درسته، فخرجت يعني للصحف السودانية أبحث عن موطئ قدم، قادتني الحمد لله الخطى لمكتب الأستاذ الهندي عز الدين يعني له التحية، وأنا يعني بعتقد إنه هو عراب دال الياس في الصحافة السودانية، وبكنا له كثير من التقدير لأنه هو يعني آمن بموهبتي وآمن بقدراتي واستوعبني وأجرى لي الاختبارات اللازمة واستكتبني كثير جدا قبل ما يغامر ويديني يعني عمود في صحيفة آخر لحظة. الكلام ده كان في العام 2009 أول 2009، فكتبت اندياح مباشرة. يعني أنا أول ما جريت قلم في الصحافة السودانية كان هو عمود رأي مستقل، فعشان كده أنا هسه دايما بقول إنه أنا كاتبة صحفية اجتماعية، الصحف بالنسبة لي منابر، وبستحي إنه أنا أقدم نفسي كصحفية، لأنه الصحفي السوداني في بلاد صاحبة الجلالة بمر بعديد من المراحل،
منها الديسك ومنها التحرير ومنها إجراء الحوارات، ويعني بيركض وراء الأخبار من مكان إلى آخر يعني، ويعانوا الأمرين. وهي طبعا زي ما بقولوا مهنة البحث عن المتاعب. لكن أنا جيت الحمد لله وطوالي أتيحت لي فرصة أنه أنا أكتب عمود رأي مستقل. تنقلت بعد ذاك الحمد لله، تعاقدت مع الأهرام اليوم، تعاقدت مع اليوم التالي، عدت مرة أخرى إلى آخر لحظة، تعاقدت تعاقد قصير مع الانتباه، والآن أنا مستقرة في صحيفة الصيحة. فأصبحت يعني محترفة في مجال الكتابة الصحفية. الالتزام في بالعمود الصحفي بيمثل بالنسبة لي مسؤولية، يعني أنا ما عندي خيارات. أنا واحد من أهم تفاصيل يومي أنه أنا أكتب المقال، سواء كان عندي مزاج، سواء كان عندي ظروف، سواء كنت مريضة، لازم يكون عندي مقال صحفي مفيد وموضوعي وعنده قيمة، عشان أنا ملتزمة للجريدة وملتزمة للقارئ، ودي المهنة اللي أنا باخد عليها راتب وباكل من وراها عيش. الموضوع هنا ما بكون خاضع لمزاجك الشخصي ولا لإحساسك الخاص، تبحث دائما عن ما يعني الناس، تتحدث بلسانهم، تنبههم الحاجات اللي يمكن قد لا تكون واضحة بالنسبة لهم، وتلفت نظرهم وتكون معهم الرأي العام، عشان أنت تساعدهم في أنهم هم يكونوا أكثر وعيا وأكثر إدراكا ويقدروا يعيشوا حياة كريمة. هذا هو يعني ما يلي الكتابة الصحفية أو العمل الصحفي، والآن دائما بقدم به نفسي كشكل رسمي يعني. نعم، ننتقل لمحور مختلفة وبعد شوية كده خالص من ليلى الياس الشاعرة وصحفية اللي عدد كبير جدا من الناس ممكن يكونوا بيهتموا بها ومتابعينها. علاقاتك وصداقاتك خارج الوسط أو خارج بعيد من العمل يعني؟ أنا زولة بحب الناس جدا يعني، زولة اجتماعية من زمان يعني، قد أكون يعني يمكن إحنا ما عندنا ما كتار في البيت يعني، يعني أنا مثلا عندي أخواني مجتبى وملاز، فبحس دائما إنه إحنا حبة يعني محتاجين لعزوة. فدائما أصحابي وصحباتي من المقولات المأثورة اللي أنا بقولها لهم، بقول لهم إنه أنا بربي بيكم خيلان لأولادي، وفعليا بتعامل معهم بهذا الإحساس. أنا الحمد لله بتمتع بصداقات كثيرة جدا، قد يكون الحميم منها يعني بسيط، لكن في العموم أنا محبة للناس على الإطلاق يعني، بتعامل بشكل جميل، بحاول أخلق مودة كبيرة، بحترم الآخرين، بتواجد، بلبي الدعوات ما إلى ذلك. أما الحظوة القريبة مني شديد فهم يدركون تماما أنه أنا يعني ببذل المحبة، بحب اللمات، بحب نتلاقى، بيتي مفتوح الحمد لله، صديقاتي بعيش معهم كل تفاصيلهم بجد، وبحس أنهم هم سندي وظهري، وبتمتع بصداقات كبيرة جدا يعني من العنصر الرجالي يعني، وبحترمها جدا. وفي كثير من الأحيان يعني بحترف أنه صداقة الرجال يعني أجدى يعني، مرات كثيرة يمكن النسوان مرات طبعهن يعني بيغلب عليهن، وفي كثير من الأحيان تعود المرأة لتكون العدو الأول للمرأة، لكن الرجل دائما إذا أخلص في صداقته في نواياه وكانت خوته زي ما بقول خوة نظيفة، تأكدي تماما أنه حيقدم لك الكثير صراحة. وده حصل معي يعني، أنا معظم الرجال في حياتي حلفاء بشكل أو بآخر. فالصداقة بالنسبة لي عمود فقري في تفاصيل حياتي الاجتماعية، وأتمنى أنها تظل كذلك، وبشكل يعني مفيد للمجتمع. إحنا حاولنا نحور كثير من الصداقات ونحولها لعمل اجتماعي خير يعني. أنا يمكن أقرب الناس لي الآن في الوسط الإعلامي والفني، وحتى على الصعيد الشخصي عندنا مجموعة كبيرة جدا اسمها نحن معاكم، أنا بحييهم من هنا كلهم يعني، مجموعة غزيرة وإنتاج كبير. إحنا بنقول دائما إنها هي مجموعة ثقافية إنسانية خيرية تحاول أن ترد الجميل للإنسان السوداني الذي بشكل أو بآخر بعد الله سبحانه وتعالى منحنا النجومية التي نتمتع بها يعني، حتى أيا كان مقدارها. فالمجموعة دي بتعمل بشكل ملفات، ملف سرطان الأطفال، المخدرات، ملف المستشفيات وإعادة تأهيلها، مرض المايستوما وما إلى ذلك. ففي كثير من الأحيان الصداقة والتجانس والانسجام والكيمياء بينك وبين الآخرين بتقدر تستفيد منها في أنك أنت توظفها لصالح المجتمع. نعم، كلام جميل. والياس كتاب مفتوح، ممكن يرضوا الآن الناس اللي بيشاهدونا عبر شاشة قناة النغام، هي الآن حسوا إن هم أصدقائي، وأنا يعني زي ما قلت لك قبل طلعت أو بقيت مع إحساسي وانحرفت من المحاور وحقوم رجع تاني للبيت والمطبخ، قالوا انت يعني انا علاقتي بالمطبخ ضعيفه كبير، قلت لها الكلام ده لا ما مهر، انا ماهره جدا في العدس
صراحة قالوا جميلة، ممكن. قالوا العصيدة ام الحروب، لا لا ما حصل، التفاصيل دي كضابين قالوا جميلة يعني. كضابين، امي الله يديها العافية بترسل لنا العصيدة ديليفري في رمضان. لكن انا بحب العدس جدا يعني، مشهورة به وخالص وسط اصحابي طيب، يعني. متابعينك عبر الوسائط المختلفة السوشيال ميديا بيطالبوك بأم الحروب والروب العصيدة يعني. والله دي بس اشاعات يعني، اشاعات مغرضة، انا ممكن اتصرف واوفره، لكن دايما بحب العدس وبيكون يعني حتى صحباتي يعني لما نكون ملمومين عندي في البيت بيكونوا عارفين انه اليوم ده يوم العدس. لو بالغت كتير بعمل لهم معاه طبعا شعيريه. ناطقة الرسمي بسيمبلاز قالت لك هي طبعا ما اكلت ملح حروب عندك ولقمة. والله هي اللي يكون جابوهم معاهم يعني، ما صنعت لي انا. خلاص يا ملاز نكرت. ما في كلام زي ده حاضر. انا طبعا بحاول انكر لانه ما لازم انت عارفه بكره هتقول لي عمليه ولا ايش كده، بحاول اخلص نعم، الموضوع. انا الان زي ما قلت لك بس بقيت بلساني بتكلم يعني. هي ممكن تكون برضو اقرب زول ليك وعندكم تفاصيل برضو اكيد اكيد، جميله، وانا بعتز والان بصداقتك برضو من والله. خلال هذا الجو خلقت تفاصيل جميله مع كل المشاهدين، ونحن يعني سعيد جدا والله بهذا الحوار. وزي ما قلت قبل لا بتكفينا ساعه لا ساعتين لا ثلاثه ساعات، وفي محطات كثيره وجوانب مختلفه من حياه دليلياس والله انا ما شاقره جدا تطرقنا لها. للحوار ده يعني، وخليني انا المره دي اطلع لك من المسار. يمكن ده يعني اكثر حوار او الحوار الوحيد يعني منذ اكثر من عام ان ما يسالوني فيه عن ازمه الفحول وعن ما شاء الله. تصريحاتي نعم. وعن الاشكالات الكثيره اللي بيرميني فيها لساني ده يعني. نعم. وزي ما انت قلت قبل، انا واحده ما عارفه هل هو محمده ام مفسده، انك انت نعم تكون صحيح. زول واضح، تكون زول تلقائي، تكون زول بتتعامل بحسن نيه، تكون زول والوضوح قلبك على زيه الناس. طبعا ما في يعني، احسن زول يكون واضح وزول دغري. والان الناس تتعرف على شخصيتك انك انت اكيد زوله دغريه، وانا بعد ذاك عرفت انه الالتزام والخط المستقيم ده جاي منين. انت يعني من خلفية خلاص يرضيك على الشرطية. الشرطيه. بالضبط كده، ويمكن اكسبت لي نعم كثير من الجرأة نعم الحميدة يعني. نعم نعم فعبركم بجد بحيي كل المشاهدين وبقول لهم يعني انا بحبكم جدا، واتمنى يكون حب متبادل، واتمنى انه انا اظل اقدر اقدم شيء مختلف يظل في الذاكرة ويظل مفيد بشكل او اخر يعني. واذا حصل مننا اي اخفاق في استخدام منبر من المنابر فتاكدوا تماما انه احنا الهدف الاساسي هو مصلحه المجتمع. لانه يعني انا زي ما قلت لك في اكثر من مره واكثر من اشاره انه انا بهمني جدا اوفر لاولادي حياه صحيح. كريمه. صح. الحياه الكريمه لابنائي لا تنفصل عن الحياه الكريمه لكل المجتمع نعم. السوداني، نعم. ونحن صحيح. نتمنى للمجتمع السوداني كل الخير والتطور والنماء والرفاهية وما إلى ذلك من الشعارات البراقة والكبيرة. ونحن نتمناك بكل خير يعني، دائما تكوني تتمتع بالصحة والعافية، وتكوني دائما قوية كده وسوداني صنديدة يعني. آمين. نسعد بك جدا من خلال هذه الإقامة أنا أسعد وهذا والله، الحوار ربنا يوفقك الجميل. إن أنا شاء الله. على الصعيد الخاص مع أنه أول مرة نلتقي نعم أول طبعا مرة نلتقي، إن شاء وأكيد الله كل الناس معرفة هم خير يا سعيد، رب. لكن بصفة خاصة أنا سعيد جدا بهذه الونسة الجميلة أنا أسميها، لانه ما التزمنا فيها بمحاور بس بالمحاور بارينا احساسنا زي ما بيقولوا. فاهداء كده لكل المشاهدين. انا طبعا في البدايه لما شفتك وانت داخل قلت لي ما لازم اقعد مع الشافع ده، فانت تسمع حاسه قبل يعني بجد يعني يعني ضحطت كل افتراءاتي زي ما بقولوا، اثبت لي انك زول موهوب يعني. انا سعيد جدا اتمنى بك، لك التوفيق يعني، سعيد وان بك شاء الله جدا. تحقق كل احلامك. و كالعادة دائما لما أكون جاية أي لقاء يعني تتم توصيتي بأنه أنا أقرأ الفرمالة يا سلام. المعتادة، ويمكن مرات كثيرة بقيت أتحفظ على قصيدة بيوت لأنه بحس إنها هي خصمت من باقي طبعا ما حبيت الشعر، أسميها لك، لكن لأنه دي الفرمالة أصلا حقت الفقرة دي. نعم فحنقرأ منها جزء. نعم. مناي في الدنيا سترة وبيت. طبعا هي من كثرة ما فرمالة هي الوحيدة أنا حافظها. يا سلام، جميلة جميلة. مناي في الدنيا سترة وبيت، وأصل البيت حنان وأمان مودة وريت. محال البيت يكون بس طين وزنك وحيط، ولا ممكن يكون سكر وصلصة وزيت. كلام البيت كلام تاني، كلام إحساس مقدس وشرعي رباني. وريد إنسان عزم واختار، فتح باب قلبه لماني وبنى العش الصغير طمني آواني. بيوت الدنيا مختلفات، ما كل البيوت واحد. في بيت دافي وبيت بارد، وبيت عمران هوى وتحنان، وبيت جامد. بيوت مليانة فرحة وحب، بيوت مليانة فرحة وحب وخالية من الألم والناس. بيوت بيوت
بيوت مليانة فرحة وحب وخالية من الألم والناس. خلاص أنا نسيت. خلاص هم الآن بدوا يرددوا المشاهدين يعني. بدوا يرددوا. للأسف الشديد يبدو إنه إحنا شيخنا. فلحد الحتة المهمة اللي بنقول فيها في بيت مسكون وبيت فاضي. أنا بحس إنه دي أهم حتة. وبيت جاحد وبيت راضي. وبيت عملان هوا وتحنان. وبيت مشكلته معروفة ووصلت حدها القاضي. في بيت محروم من الأطفال ومن ضحكة عيون حلوين وناسه وكل يوم عند الدكتور أتعابه مليونين وما إلى ذلك. قال لي لا مالي يا ربي. شكرا لك كثير وما في كلام. إن شاء الله نتمنى لكل البيوت السترة وزي ما بقولوا كل ناس البيوت بتموت يعني إن شاء الله كده ربنا يحسن خاتمتنا كلنا واسمعوها تلقوها موجودة في موجودة حاضرة في أذهان كل الناس بقلوبهم والله أكيد طبعا أكيد. شكرا لك أستاذة إلياس سعدت جدا من خلال هذا المشوار عبر هلا بيكم إن شاء الله نلتقي في مساحات أوسع وأرحب إن شاء الله يا رب. هلا بيكم في أي وقت وإن شاء الله كده تكونوا دائما منارة ومجموعة متميزة جدا يعني وإن شاء الله ربنا يديكم مل في مرادكم وتتمتعوا بالإمكانية اللازمة لتقديم رسالة إعلامية إن شاء الله. نحن هنديك اللحن القادم وكل المشاهدين اللي بيتابعونا عبر هلا بيكم.